السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير كتير. النهاردة جايلكم بوصفة تحفة جدا للتخسيس حرق دهون الكرش، حرق دهون الأرداف، وكمان تخسيس الجسم بالكامل. كل ده في وصفة بتاعت النهاردة. بس ما تنسيش قبل ما نبدأ الفيديو تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول مكون معانا يا قمر وهو حب الرشاد، زي ما انت شايفة كده بيبقى هو ده شكله، بتجيبيه من عند العطارين، سعره طبعا رخيص جدا. حب الرشاد من اكتر الحاجات المذيبة والحارقة للدهون لكل الجسم، وبالاخص دهون الكرش والارداف، وكمان بيساعد على تخسيس الوزن وحرق السعرات الحرارية بالجسم. ده بيبقى شكله زي ما انت شايفة كده، عبارة عن حبيبات بني، اهو حبيبات بني صغيرة. هستخدم منه هنا بمقدار نص معلقة صغيرة، اهو هجيب منه نص معلقة صغيرة زي ما انت شايفة كده، يعني مقدار كده كفاية. من فوائد حب الرشاد برضو ان هو غني بالالياف والبروتين، وهي عناصر مهمة جدا بتساعد على الشعور بالشبع، وكمان بتقلل من الشعور بالجوع، وبتقلل من السعرات الحرارية اللي بتخلصني من الوزن الزايد. تاني مكون معانا وهو القرفة، عايزة برضو بمقدار نص معلقة صغيرة من القرفة زي ما احتاجت نص معلقة صغيرة من حب الرشاد. القرفة مهمة جدا بتساعد على التخسيس وحرق الدهون، وكمان بتسد النفس. هستخدم منها نص معلقة زي ما قلتلك، اهو بالشكل ده. وبعدين هجيب على المكونات دي، هملي الكوباية دي مية مغلية، واقلبهم كويس جدا لحد ما المكونات تدي معانا كده لون. هوريكي برضو هعمل ايه دلوقتي. ورجعت لكم تاني، جبت المية السخنة وصبها معانا هنا، ثواني كده. اهو كده انا صبيت كوباية من المية السخنة، واحتاج ان انا اقلب المكونات بتاعتي بسرعة، اهو هخلطها كويس جدا. طبعا كل المكونات اللي احنا استخدمناها معانا في الوصفة طبيعية 100%، بس انت التزمي بالمكونات وهتحصلي على وصفة ناجحة 100%، وكمان هتحصلي على نتيجة مذهلة، وهتلاحظوا فرق كبير جدا سواء في دهون الكرش عندك او الارداف او الجسم بالكامل. اهو زي ما انت شايفة هقلبهم كويس جدا لحد بس ما يمتزجوا مع بعض، اهو. دلوقتي هقولك على طريقة الاستخدام بتاع الوصفة، ما ينفعش تستخدميه بأي طريقة كده، لا ليه طريقة استخدام معينة هقولك عليها دلوقتي. قبل ما نقول طريقة الاستخدام هقولك على بعض النصايح السهلة جدا هتفرق معاكي في الوصفة عشان تعمل معاكي نتيجة في أول أسبوع. أول حاجة وهي الليمون، وما أدراكي ما فوائد الليمون. الليمون في حرق الدهون هو وخل التفاح من الحاجات التحفة جدا جدا جدا. لإما تحطي الليمون على كوباية من المية السخنة وتعصري عليها ليمونة، ودي ممتازة جدا في التخسيس، أو تجيبي كوباية من المية عادية من الحنفية وتحطي عليها شوية من خل التفاح. خل التفاح اللي مجربهوش فاته كتير، سحر جدا في التخسيس. بعد كده في حاجة تانية عايزة اقولها لك، ان الوصفة اللي معانا دي ممكن تحطي عليها نص ليمونية، تجيبي نص ليمونية كده وتعصريها معانا في الوصفة، هتعلي معاك الحرق وهتعمل نتيجة هائلة جدا في وقت قصير، وكمان هتزود من سرعة استجابة الوصفة معاكي. علاوة طبعا عن شرب المية، ودي من الحاجات الأساسية جدا، من الحاجات اللي ناس كتير بتهملها مع انها فوائدها كتيرة. المية اولا بتخلصك من السموم اللي في الجسم والاملاح، طبعا كلنا عارفين ان الاملاح دي بتحبس المية في الجسم، وده بيأثر على الوزن وكمان بيخلي وزنك كبير، فلازم لازم شرب المية. تاني حاجة برضو كنت عايزة اقولها لك، ودي حاجة مهمة جدا، وهي ان انت لازم تبعدي عن الاكلات اللي هي فيها زيوت او فيها سمنة كتير، لان دي بتأثر على وزنك. يعني مثلا ما ينفعش تيجي تجربي وصفة التخسيس وفي الاخر ما تعملش معاكي نتيجة، وتعيبي بقى على الوصفة وتقولي ان الوصفة وحشة، ويكون العيب من عندك، وانت من الناحية التانية بتحكي في الاكل وتاكلي اكلات فيها زيوت، بطاطس وبيض وحاجات دي كلها. طبعا احنا عارفين ان الزيت غلي، وغصب عنك ان انت هتبطلي تاكلي اكلات اللي فيها زيوت، لكن خليكي يعني ابعدي عن الزيت برضاكي احسن ما تبعدي عنه مجبوره. ودي برضو من الحاجات والارشادات اللي مهمه جدا هتساعدك على التخسيس. هقولك بقى دلوقتي قلبي على طريقه الاستخدام الصح.
طريقة الاستخدام بتاعت الوصفة دي ان انتي بتشربي كوبين يوميا وتستمروا على الشرب لحد ما تحصلوا على الوزن المناسب، بتشربي منه كوب بعد الفطار وكوب تاني قبل النوم. طبعا هيجيب معاكي نتيجة هائلة جدا. في خطوة نسيت اقولها لك، ان انتي ممكن بدل ما تجيبي كنكة وفيها مية مغلية وتحطيها هنا، ان انتي ممكن تاخدي المكونات دي وترفعيها على النار تغلي تماما. دي برضو من احدى الطرق اللي انتي تقدري تستخدميها. من الاسبوع الاول هتلاحظي فرق كبير جدا، وهتتخلصي من اي دهون موجودة عندك في الكرش والارداف. طبعا عايزة اقولكم على حاجة برضو، دهون البطن من الحاجات اللي هي بتختفي بسهولة، سواء لو انتي شربت لها المشروب ده هتختفي معاكي بسهولة وفي فترة قصيرة، لكن لو انتي عايزة تتخلصي من دهون الجسم بالكامل فده يحتاج معاكي وقت طويل شوية، بس كل اللي عليك ان انتي تستمري عليه وكمان تنتظمي فيه، ده هيفرق معاكي جدا في دهون الجسم بتاعك بالكامل. اتمنى تجربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا. ما تنسيش اللايك لو الفيديو عجبك والاشتراك في القناة، واختم الفيديو بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.